مين؟ أجيت لأعطيك هاي المخدة. طيب وليش عم تدقي الباب؟ هاي الغرفة غرفتك كمان. فيني أعرف ليش عم تحكي معي بهالأسلوب هاد؟ حكيت هيك لأنه في حدا عم يسمعنا. مرت أخي على طول عم تتنصت علينا وعم تراقبنا بكل مكان. بس ما شفت حدا واقف بالكريدور أبداً. وبلكي كانت من باب الحرص. طيب شو رأيك يغمى عليكي وتوقعي بالأرض ونادي وعيط حبيبتي حبيبتي؟ شو هالجنان تبعك؟ اللي شو بدنا نعمل هلأ؟ نضل واقفين هيك طول الليل؟ لا، في عندي اقتراح تاني إليك. نشرب القهوة سوا وننام. موافقة، بس وين أنا رح نام؟ أنتي عالتخت وأنا رح أفرش بالأرض. شو عم تساوي؟ لا تشلحه. بدي أشلحه، كتير مشوب. إذا مشوب لهالدرجة معلش اشلحه. في شي تاني بدي أقلك إياه. حتى لو كان زواجنا شكلي، أنا اسمي بويرس. كل شي بقوله بيتنفس. ما فيني أعيش على كيف أي حدا أبدا. عشت طول عمري وأنا حر. فيني أعرف أنا شو بدي بهالحكي؟ ليك إذا ضليت عم تحكي معي بهي الطريقة، ساعتها رح أضربك بوكس بنص وشك وطبق عليك دروس الملاكمة كلها. طيب ماشي، طولي بالك شوي. عم امزح. بعرف إنك وحدة كتير منيحة وبنت أصول. لازم ترتاحي شوي. كيف بدك يعني اهدى؟ أمي؟ أمي؟ يا الله بويرس. أمي أنا جنبك. شو يلي عم يوجعك؟ قلبي، حس قلبي رح يطلع من مكانه، كتير عم يوجعني. نازلي؟ شوفي؟ أمي تعباني كتير، ما عارفيني اتحمل. ما عم بقدر اتنفس. شو صاير معها؟ فتت لعندها مشان اطمن عليها، لقيتها موجوعة كتير، لقيتها قاعدة عم تتوجع وصارت ترجف وتنادي بويرس، فجأة داق نفسها كتير وصارت تلهت. شو خفت؟ رح اسله ضغطها. استعجلي نازلي، هاتي بسرعة. اهدي واسترخي امي، لا تخافي انا جنبك. حس حالي عم موت. رح تتحسني امي، شوفي كلنا هون، لا تخافي ابدا. يا الله عم موت، حس روحي عم تطلع هلا، موجوعتي حس روحي عم تطلع مني. سامحوني على كل شي عملته معكم. ما كان لازم أعمل معك هيك أبدا. خالتي جنة، في شي مهم ولازم تعرفي. Thank you.
أخي ماله مرتفع، كتير طبيعي، شكله عم تمسي. هذا الزواج شبو بدكن تتركوا بعض؟ هالزواج ما كان قرار بلحظة جنان أبداً. وما رح ينتهي إمي. شيلونا من هالحكي هلأ، في شيء أهم من هيك بكتير، وهو أنت جنة سلطان، صحتك أهم. ابني لا تخاف علي وتاكل همي بنوب. شو صاير لي؟ إمي إن شاء الله ما بيصير لك أي شيء. رح أتصل بالدكتور لحتى يطمنا، لا تخافي. ألو؟ إمي تعبانة كتير، بدنا تسعفوها. استنى، سكر التليفون، أنا منيحة، حالتي ما بدها سيارة إسعاف. أمي الأحسن إنه نسعفك. ما في داعي، تركوني لحالي، خلوني أخذ نفس. اطلعوا. ليش ما عم تطلعوا لبرا؟ أمي أنت متأكدة؟ يعني ما فيكي شي؟ أنا رح استنى معه. يلا شاهي. رح أعطيكي حبة الضغط. فيني أفهم ليش خلتني أسكت؟ كنت ناوية أعترف لها بكل شي. أمك كان لازم تعرف كل شي عن هذا الزواج، بلكي صار لها شي مو لازم تعرف؟ لا، نظلي طمنتني، أمي كانت عم تمثل، ما فيها شي بنوب. طيب وليش لحتى تمثل؟ ما عم تفهمي؟ أمي رح تحاول بكل الطرق تفرقنا عن بعضنا، لهيك مثلت.